حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة حدوتتنا جديدة وجميلة، بتحصل كل احداثها على السفينة الفضائية اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي. هي مش فضائية قوي، هي عايشة في السماء، في سفينة هوائية عايشة ما بين الارض وما بين السماء، ما تقدرش تنزل على الارض. وكل الناس اللي عايشين فيها كانوا مبسوطين بشغلهم وبيشتغلوا بشكل روتيني، لكن حدوتتنا النهاردة يا أصحابي هتتركز على ثلاث أشخاص مهمين جدا في حدوتتنا. هم أسعد وسعيد ومسعود، هم أبطال الحكاية. تعالوا نشوفوا إيه هي قصتهم وعملوا إيه. يا صباح المسابقات، يا صباح الحبشتكنات والحركات، جاهزين للمسابقة ولا زي كل يوم كسلانين؟ بس يا أسعد، مين ده اللي جاهزين ولا مين دول اللي مش جاهزين؟ أنا دايما جاهز يا ابني، أنت بتقول إيه؟ ده أنا مسعود بتاع الحركات والأشبلزنات في الهواء. بس يا أسعد، بس يا مسعود، أنا أكتر واحد بيعمل شبلزنات في الهواء، سيبكوا أنتوا من الكلام ده، أنا اللي هفوز النهاردة. مفيش الكلام ده، انا اللي هفوز زي كل يوم. انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ انتوا ناسيين اللي عملتوا فيكم امبارح ولا ايه؟ بس ولا ناسيين ولا حاجة، بس انت اللي ناسي اللي عملته فيك الاسبوع اللي فات. بقى انت بقى اللي ناسي بقى، ولا الاسبوع اللي فات ولا امبارح، احنا في النهاردة اهو، اللي يقدر يسابقني يقول ويفوز. كفاية كلام ويلا بينا، والمية بقى تكدب الغطاس. جاهز يا سعيد؟ طبعا جاهز يا اسعد، انا على طول جاهز، انت نسيت ولا ايه؟ طب يلا بينا بقى، 1 2 3. وجريوا يا اصحاب وانطلقوا، كل واحد منهم راح في مكان علشان يسابقوا بعض ويعملوا اللي هم بيقولوا عليه ويشوفوا مين فيهم اللي هيفوز في المسابقة الجميلة دي. انا اللي هفوز. لا ده انا اللي هفوز، انت بتقول ايه؟ بس انا اللي هفوزكوا كلكوا هتشوفوا. وكل واحد منهم يا اصحابي راح في ناحية علشان يثبت للباقيين ان هو اشطر منهم وان هو يقدر يفوز فيهم ويخليهم هم اللي دايما مش فايزين، لا خسرانين كمان. انا اول واحد يوصل. تعالوا بقى، فينكوا؟ انا هجيت، انا كمان اهو. خلاص بقى يا عم، انت هتعمل لنا فيلم علشان فزت مرة؟ مين ده اللي فاز مرة؟ انا بفوز كتير على فكرة، بس انتوا مش عايزين تعترفوا بالكلام ده. قلتلكوا هفوز، اسعد عمره ما يتغلب ابدا. يا سلام، بقولك ايه، انت بس فزت المرة دي يا اسعد علشان الطيارة بتاعتي كان فيها مشكلة والهواء يعني كان جامد شوية، عشان كده معرفتش اطير صح. بس ايه بقى، المرة الجاية انا اللي هفوزك، مسعود دايما بيفوز. بس انتوا الاتنين، هوا ايه وبتاع ايه، انتوا هتستعبطوا؟ سعيد هو اللي بيفوز دايما، بس المرة دي يعني المكوك بتاعي كده ما كانش سليم شوية. اقعدوا تحججوا وقولوا كلام غريب كده، انا فزت وخلاص، اعترفوا بالهزيمة. يلا بينا نشوف شغلنا بدل ما احنا كده معطلين. وجي يا أصحابي عمهم على الدوشة اللي هم عاملينها وقال لهم، ايه يا شباب، هو انتوا لسه واقفين هنا؟ يا نهاري عليكم، برضو قصة المسابقات والحركات دي، انتوا مش هتتوبوا ابدا لما تعملوا في نفسكم مصيبة، سايبين شغلكم واقفين تتدلعوا وتهزروا. والله يا عمو انا كنت لسه بقول لهم نروح نشوف الشغل بتاعنا اهو، يعني خلصنا المسابقة بتاعتنا وهنروح الشغل. ايوه يا عمو، خلاص احنا هنروح نشوف شغلنا، خلاص بقى احنا الهزار واللعب بتاعنا خلص. بص يا عمو، انا كنت هفوزهم على فكرة يعني، بس انا قلت اخليه هو اللي يفوز النهاردة اسعد، علشان بس يعني يبعد عن دماغي شوية. شوف يا عمو كل مرة يقول كده، افوز واعمل كل اللي هم مش عارفين يعملوه ويرجعوا يقولوا ان دوت حظ. بس بلاش كلام فاضي، احنا هنقعد نتكلم في الكلام الفاضي ده كتير، بينا يلا عشان نشوف شغلنا، يلا بينا. ومشي عمهم يا أصدقائي وهو زعلان جدا من اللي حصل، لأن حاسس إن هما ما عندهمش أي تحمل للمسؤولية. وقابل الميكانيكي بتاع السفينة، خير يا قائد،
في ايه؟ انت شكلك كده زعلان شوية. هو فين مسعود او اسعد او سعيد؟ انا عاوز واحد منهم علشان نصلح مع بعض جزء عطلان في السفينة. فين؟ بيلعبوا طبعا كالعادة، بيلعبوا كالعادة بدون اي تحمل للمسؤولية. انا قلقان جدا عليهم يا شريف. لا يا قائد ما تزعلش وما تقلقش، هم صحيح متهورين شوية بس اعتقد انهم اذكياء. ويعمل ايه الذكاء يا شريف مع ناس ما عندهمش اي تحمل للمسؤولية ولا حذر؟ ده ممكن يعمل لهم مشاكل كتير جدا. انت عندك حق يا قائد في الموضوع ده، هو ممكن يعمل لهم مشاكل فعلا. انا والله يا شريف ما عارف اعمل ايه مع الولاد دولت، انا احترت معاهم وفي نفس الوقت خايف عليهم جدا. ولا يهمك يا قائد، بص انا هقولك على حاجة، انا هاخدهم هما التلاتة كده واسحلهم معايا في الشغل، هشغلهم كتير جدا، ما يبقاش عندهم اي وقت يعملوا اي حاجة. تفتكر يا شريف دي طريقة هتنفع؟ طبعا هتنفع يا قائد، طبعا هتنفع، هم مش هيبقى عندهم وقت اساسا علشان يعملوا حاجة، هاخليهم مرهقين جدا جدا من الشغل. والله يا شريف ما عارف، هم فعلا فعلا محتاجين اي حاجة تشتت تفكيرهم عن الهبل اللي بيعملوه ده، انا خايف جدا يضروا نفسهم. ولا يكون عندك اي فكرة يا قائد، ما تخافش خالص، انا هتصرف معاهم وهعمل الخطة اللي قلتلك عليها وان شاء الله هتنجح. اتمنى كده، اتمنى كده يا شريف، ربنا معاك ويوفقك. اوف ايه اليوم المرهق ده، يا شباب يا شباب انتوا فين؟ تعالوا بسرعة. اوف انا تعبت جدا النهاردة، لسه مخلص شغلي دلوقتي حالا. ياه وانا كمان، ده انا لسه مخلص شغلي دلوقتي، ده شريف ده صحنا في الشغل النهاردة. ايوه بس زي ما انت شايف كده احنا اذكياء جدا وخلصنا كل حاجة بسرعة. هو كان فاكر ان احنا طول النهار هنقعد في الشغل زي ما هو قال، لكن احنا عشان اذكياء خلصنا بسرعة جدا. بالظبط كده، احنا خلصنا بسرعة جدا ودلوقتي بقينا فاضيين. طبعا فاهمين فاضيين لايه؟ ها 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 طبعا فاضيين للمسابقات والحركات والحبشتكنات، انا هسبقكم النهاردة. بس بقى انت كل مرة بتقول كده، طب بقول لكم ايه، احنا مش هنرغي كتير، احنا نبتدي المسابقة بتاعتنا ويلا نشوف مين اللي هيفوز. وينهر ابيض، ومهما حاولوا يشغلوهم يا اصحابي ويشغلوا تفكيرهم في حاجة تانية غير اللعب وغير المنافسة والمسابقات مفيش فايدة خالص، بما انهم اذكياء خلصوا كل الشغل بسرعة وتاني فضيوا علشان المسابقة بتاعتهم. بقول لكم ايه، يلا بينا بقى، يلا بينا كده نسابق بعض علشان الوقت ما يروحش علينا وانا اللي هفوز، يلا بينا. وراحوا يا اصحابي ورا بعض كلهم. مين ده اللي هيفوز؟ انا اللي هفوز المره دي وهتشوفوا كلكم، استنوني يلا بينا. انا اللي هفوز طبعا زي كل مره، انتوا في ايه فاكريني ان انا يعني هسيبكم تفوزوا عليا؟ مش ممكن ابدا. وجريوا كلهم يا اصحابي علشان يعملوا تاني مسابقه. وفي الوقت ده عمهم قال لشريف، يا شباب يا شباب استنوا استنوا استنوا، هنا رايحين فين؟ ورانا شغل تاني. شغل ايه بس يا شريف؟ يا نهار ابيض، شفت ولا فاد معاهم اي حاجه من اللي احنا عملناه، اديهم راحوا تاني برضو علشان يعملوا مسابقه ويعرضوا نفسهم للخطر تاني، انا خايف عليهم جدا. والله يا قائد انا ما عارف اقولك ايه، انا حاولت اعمل كل اللي اقدر عليه، بس ما انت شايف اهو هما متفوقين جدا واذكياء وفي نفس الوقت متهورين جدا، انا ما قدرتش اشغلهم اكتر من كده خالص. المشكلة مش فيك خالص، انا عارف يا شريف ان انت حاولت تعمل اللي تقدر عليه، بس المشكلة فيهم هما وفي التهور بتاعهم، انا خايف جدا. ما تقلقش يا قائد ما تقلقش، هم هيرجعوا بسرعة ان شاء الله، مش هيحصل حاجة زي كل مرة. مش عارف يا شريف مش عارف، بس انا المرة دي قلبي متوغوش قوي، يا ترى هيحصل ايه يا ترى؟ ادينا وصلنا يا سعيد للمكان اللي هنشوف بقى فيه مين اشطر واحد من التاني، وريني بقى يا بطل شطارتك كده. بس كده يا اسعد انت بتهزر، طبعا هوريك شطارتي. ماشي ماشي يا سعيد لما نشوف كده. بقول لكم ايه انتوا الاتنين، انا مش فاضي للكلام ده، انا عايزه اتسابق يلا بسرعه، انا هروح الناحيه دي واشوف مين هيقدر عليا، يلا بينا. وجري يا اصحابي علشان يسابقهم مسعود،
وراح في مكان بعيد جدا جدا. أما أسعد راح قال أنا دلوقتي عاوز أدخل في المكان ده ووريك شطارتي، شايف الفجوة اللي هناك دي؟ هدخل فيها ووريني كده هتعرف تحصلني ولا إيه؟ فين الفجوة دي؟ وريني كده. يا خبر أبيض، بس دي كبيرة قوي، ده أنا أخاف. تخاف إيه يا جبان؟ شفت مش أنا قلتلك؟ طب وسع وسع، أنا اللي هدخل الأول. بقولك إيه يا أسعد، مش دايما الشجاعة حلوة يا صاحبي، أنا خايف عليك بصراحة. بطل يا ابني خايف، ده إيه، بطل هبل، هوريك دلوقتي، استعد وشوف النطة الفولاذية. 1 2 3 يلا بينا. ايه ده، انت فين، وريني نفسك كده. ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انا خلاص عديت، تعالى. شفت الموضوع كان سهل ازاي وانت كنت خايف جدا. طيب بص بقى، انا كمان هقوم نعامل النطة دي ونشوف مين فينا اللي اذكى من التاني واشطر. طب وريني كده اهو. 1 2 3 وراح جاري يا اصحابي وداخل في الفجوة هو كمان، واسعد قاعد يقول له ها عديت. شفت، ده الموضوع طلع سهل قوي يا اسعد. مش قلتلك يا سعيد؟ انا قلتلك بس انت بتسمعش الكلام، انت خواف قوي. يا عم مش خواف ولا حاجة، بس الحذر واجب برضو. بقولك ايه، هو فين مسعود؟ انا هو يا جماعة. يا سلام، يعني انتوا بقى فاكرين ان اللي عملتوه ده حاجة ما تتعملش ابدا؟ طب انا هوريكوا الشقلبزانات بجد بقى. عارفين الدوامة؟ طبعا عارفينها. لا بقولك ايه، ما تهزرش، الحاجات دي ما فيهاش هزار، الدوامة دي خطر جدا. بس يا اسعد، بس هو ايه ده اللي خطر يا ابني؟ ده انا محدش يعرف يغلبني. لا الموضوع ده فعلا ما فيهوش هزار خالص يا مسعود، اوعى تروح عند الدوامة، عمنا محذرنا منها جدا. الكلام ده كلام فارغ، انا واحد شاطر وما بيهمنيش حاجة وشجاع، هروح عند الدوامة حصلوني. وادي الدوامة والمية تكدب الغطاس، هتشوفوا ان انا بمنتهى البساطة والسهولة هجري على طول وادخل جواها واطلع بمنتهى الامان. لا بقولك ايه، بلاش الحاجات دي خطر، انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ يا خبر ابيض، دي ممكن تبلعنا كلنا. ايوه لا بص، الشجاعة حاجة والتخلف دوت والمخاطرة دي حاجة تانية، اوعى تعمل كده، انا لا يمكن اساعدك ان انت تعمل كده ابدا. بس انتوا ايش عرفكوا انتوا؟ امشوا يلا من هنا طالما انتوا خوافين، لكن انا هدخل جوه الدوامة. لا اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده خالص. بقولك ايه، ده غلط غلط جدا يا مسعود. بس خالص، انا مش عايز اسمع حد منكم يا خوافين. بص يا سعيد، انت دايما خواف. لا هو مش سعيد، هو اللي خواف، انت اللي متهور. ايوه انا متهور. 1 2 3 انا جايلك يا دوابة، انا جايلك. اوبا يا خبر ابيض، ده الدوامة بلعته. ايه ده، مش ممكن. الحقوني، انا بتشفت. يا خبر ابيض، ما انا قلتلك بلاش، نعمل ايه دلوقتي، نعمل ايه؟ بقولك ايه، هو احنا لسه هنفكر؟ وراه بسرعة في الدوامة، وراه. هوبا، وراح ناطط على طول وصاحبه علشان ينقذه. واسعد وقف يفكر شوية، لا ما بدهاش بقى، انا لازم اروح لاصحابي. هوب، وراح ناطط هو كمان يا اصحابي علشان يلحق صحابه اللي خلاص اتشفطوا جوه الدوامة ومش عارفين يخرجوا منها. انا مش عارف اشكركوا ازاي يا شباب، ان انتوا انقذتوني من الدوامة الفظيعة دي، انا كنت هموت خلاص. بس بقى يا اخي، بس ده انت خضتنا حتة خضة، حرام عليك اللي عملته فينا ده، وكنت هتموتنا كلنا على فكرة. شوف، لولا ما احنا انقذناك كان زمانك رحت في خبر كان، واحنا بقى تهورنا زيك ونطينا وراك، ما احنا ما قدرناش نشوف صاحبنا هيموت ونقف ساكتين، بس كنت هتضيعنا كلنا بالتهور بتاعك ده. بس بقى، انا اول مرة اعترف بالحقيقة، بس بصراحة انت عندكم حق، انا كان ممكن يحصل لي حاجة، وكمان كان ممكن اذيكم كلكم، ولو ده حصل ما كنتش هسامح نفسي ابدا. يا ابني تسمح نفسك ايه، ما انت ساعتها هتكون ميت اصلا. خلاص بقى، اهو اللي حصل حصل، وده يعلمنا درس ان احنا ما نتهورش كده تاني.
أيوة يا شباب، اللي حصل ده كان خطر جدا، وأنا بصراحة حسيت بالخوف والرعب، وده مش كويس أبدا. يلا بينا بقى نرجع السفينة. يعني ينفع اللي انتوا عملتوه ده؟ ينفع اللي انتوا عملتوه ده وقت؟ يعني حرام عليكم، بجد حرام عليكم، بوظتولي أعصابي. انتوا مفكرتوش ثانية واحدة انا كان ممكن يحصل لي ايه لو حد فيكم حصل له حاجة او اتأذى؟ ازاي تتصرفوا كده؟ ازاي ما عندكوش اي تحمل للمسؤولية بالشكل الفظيع ده؟ بص يا عمو، هو انت عندك حق، احنا فعلا غلطانين وما كانش ينفع ان احنا نتصرف كده. ايوه يا عمو انت فعلا عندك حق، واللي حصل ده ما كانش مفروض يحصل ابدا. بص يا عمو، هو انا فعلا اللي غلطان وانا السبب في كل اللي حصل ده، بس انا عرفت غلطتي وتعلمت منها كويس جدا، وعرفت ان ما كانش ينفع اعرض نفسي واعرضهم كلهم للخطر ده بسببي. بصوا يا اولاد، الشجاعة حاجة والتهور حاجة تانية. انت ممكن تكون شجاع، لكن لما تتهور بتضر نفسك وتضر كل الناس اللي حواليك، وكده ما يصحش ابدا. والتلات شباب يا أصدقائي عرفوا خلاص غلطتهم، وعرفوا أنهم كان ممكن يعرضوا نفسهم لمشاكل كتير جدا نتيجة للتهور بتاعهم. اوعوا تعملوا زيهم يا أصحابي، في فرق بين الشجاعة وبين التهور. الشجاعة أن أنت تواجه المواقف اللي بتقابلك لكن بحكمة وبتصرف صح. التهور أن أنت ما تفكرش وما تستعملش عقلك وتعرض نفسك للخطر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، يا رب تكون عجبتكم. بس قبل ما تمشوا يا أصحابي، عايزاكم تروحوا بسرعة تعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه مش مشتركين، ودوسوا على الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان ياريت تعملوا لايك للفيديو وشير كمان لو كان حبيتوا الحدوتة دي. باي باي.